مشوار رواجع وطريق بنمشي فيه بس عشان نقع. اه يا زمان ما فيهوش مكان للصدف، كم لحظة حلوة بس وعمرنا يتخطف. مش انا الجاني يا دنيا، انا المظلوم، انا الطفل البسيط اللي امل لك يوم. مش انا الجاني يا دنيا، انا المظلوم، انا الطفل البسيط. انا اللي نفسي ومنى عيني اشوف خوخه من عيني خالتها، اشوفها كده في الكوشه وهي زي القمر وجنبها ايه قمر كده. يا رب ان شاء الله، يا رب يرزقها باللي يستاهلها يا رب. طب والنبي بقى يا خالتي بقى، نعم. بعد ما اخلص اكل عايزه اروح كده على الناصيه دي اجيب شويه لب وزدان واخد البت خوخه معايا. انت اللي قلت لها عشان تاخدك معاها؟ ما انا عارفاك يا موكوسه، انت اللي سلطتيها. نعم محافظه، انا قلت لك يا فدوى حاجه؟ لا والنعمه يا خالتي والله العظيم ابدا، انا بس مش بحب اتمشى يعني لوحدي، فقلت اخد البت خوخه معايا تونسني، ولو كده خلاص يعني كنا نتمشى مع بعض ونطلع من بره يا ستي. اذا كان كده ماشي، بس استني بقى لما اريح اللجمه لحسن مش عارفه اخد نفسي ابدا من كتر ما اكلت. خلاص ونقوم كلنا مع بعض. ماشي. انا واحد، هي هتبقى خانقه هناك وخانقه هنا، ما تسيب البيت، سيبي البت تمشي وتفك عن نفسها، سيبيها. طيب حاضر يا نجف، حاضر، خلي بالك منها. حاضر. فاهمه؟ حاضر يا خالتي. ايدك في ايدها. حاضر. وعليكي مفيش فايده فيكي، كلي ده الاكل حلو، كلي يا بنتي يا اخو. كلي يا واد. زيت يا بنتي، وادي شويه، وادي شويه.
انتوا كويسين؟ اتفضلي حاجتك يا اختي. احنا بخير الحمد لله. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. لا 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 شكرا على واجب. انتوا رايحين فين؟ رايحين اول الشارع. طيب تعالوا اوصلكوا عشان ما فيش حد يتعرض لكم تاني. طيب احنا كده مش هنغلبك معانا او حاجه؟ ولا تعب ولا اي حاجه. اتفضلوا يلا. اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ حسن. الطلب يا ابني بتاع الشيخ حسن بسرعه. لا يا عم عبده انا متشكر، انا مش جايه، انا بس كنت جايه اوصل الاختين دول وماشي على طول. مين ده يا مزغود؟ انت يا بيت اسكتي يا خالتي، اسكتي اسكتي. السرقة انا يا خالتي، السرقة انا، والشاب ابن الحلال ده هو اللي جاب لي الشنطه دي. هو استنى لحد هنا كتر الف خيره يا رب. والحرامي رفع علينا سكين، بس يشكر يعني، خليه يجي زي القرن. يستركوا يستركوا يا بنات، ما يفضحكوا ابدا. كتر خيرك يا ابني، يحميك يحميك يا ابني لشبابك، كتر الف خيرك. لا شكر على واجبي يا امي، بس اهم حاجه ان هم ما يمشوش تاني لوحدهم في شوارع ضلمه عشان ما حدش يتهجم علينا. ايه اللي خليك تمشي في شوارع ضلمه يا بيت؟ ما نعرف الطريق ياما. لو النبي يا خالتي مش ضلمه يعني، انا كل يوم في الطريق ده والله العظيم. بس تقولي ايه بقى؟ النصيب النصيب يا خالتي. ايوه ياما هو النصيب. طيب استاذن انا. السلام عليكم. مع السلامه يا شيخ حسن. السلام يا مزغوط. انا بحس في ايه؟ ما العيل زي الفل اهو. بقول لك ايه، ما كنت كده تقعد وتاخد لك طبق شوربه يرم عظمك من اللي حصل لك النهارده؟ هو ايه بس اللي حصل يا عم عبده؟ ده ربك هو اللي خيره حافظ. يا ابني ربنا يحفظك. اللي انت عامل ايه في الدروس الدينيه اللي انت بتديها للناس؟ الحمد لله يا عم عبده، الحمد لله. ربنا كتر من امثالك يا ابني ويديك الصحه ويكرمك. ربنا يخليك. يا سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ حسن. ابقى خلينا نشوفك ان شاء الله. مع السلامه. الحساب يا عم عبده. لا حساب ايه بقى، كفايه الخضه اللي انتوا خدتوها. يلا توكلوا على الله وخلي بالكم من نفسكم. لو مقام السيده ما ينفع. لا انا قلت كلمتي ومش هتنازل عن كلمتي ابدا. وبعدين يعني هو الشيخ حسن اجدع مني؟ الله، طب ومال ده بده بس يا عم عبد؟ دي حلاوه المولي ده ستي. وبعدين انا عندي زيهم، ربنا يسترها معاهم كلهم يا رب. ربنا يسترها عليك وعلى عيالك، والف كتر خيرك يا اخوي. الله يكرمك. ممكن بقى تتفضلوا عشان في ناس تانية جايه. الف كتر خيرك. يلا يا اخوخ. يلا بجد مش عارفه اشكرك واقول لك ايه والله العظيم. ما تقوليش اي حاجه، توكلوا على الله. يلا يا فادي. يلا يا بيت. مع السلامه. ماشي قدام يا بيت، ماشي. يلا ابني شيل الاكل ده. عاجبك اللي حصل؟ عاجبك ها؟ قلت لك انا 100 مره ما تسيبنيش ابدا وتروحي يمين وشمال، تفضلي في ريحي كده اهو. افرضي الحرامي ده كان عمل معاكي حاجه، كنت انا هعمل ايه؟ كنت هروح فين؟ يا ماما بطلي بستفى فيا بقى، انا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه؟ انت كمان يا بنت بترد عليا؟ يمين بالله لو حصل كده تاني اكون جايباكي من شعري. ما خلاص يا لواحظ بقى، خلاص انت هاريه البت من الصبح، حرام عليكي. البت موتة نفسها من العياط، واحمدي ربنا احمدي ربنا اللي ربنا بعت لها الراجل الجدع دوت عشان يخلصها من الحرامي. اهدي بقى، السهره كانت حلوه والقعده كانت حلوه فيا لواحظ. ربنا سهره الاهل حلوه يا اختي، ما كانت هتختم ختام زي البتاع. العيال كانوا هيروحوا مني، بنتي كانت هتروح مني. لا خلاص اهدي، بقول لك ايه يا فدوه، خدي خوخه وتمشي قدامنا شويه. لا بنتي تبقى معايا رجل على رجلها. تعالي يا قدامي. ربنا يهديك يا لواحظ يا اختي، يهديكي يهديك يا لواحظ يا رب يا اختي، لاجل خاطر النبي يا رب. انت ايه بس اللي خلاكي تروحي تقولين؟ الله، مش انت يا بنت اللي قلتي لي انا عايزه اشتغل؟ ايوه بس مش على طول كده، ده انا سايله لك هفكر وارد عليكي، تقومي تقولي له. لا يا حبيبتي، اللي عايز يشتغل ياما بيشتغل. بس انت مش فاهمه، الواد منعم لسه صغير، ما فطمتوش، وشغلنا بتاعتك دي يا اختي محتاجه لف وبرم. هسيبه يعني ولا اخده معايا واشيله واشيله بقجه؟ لا يا اختي، ما تفطمي يا معدوله وادي لامك تقعد بيه، مش رزقك برضك ده ورزق ابنك ولا ايه؟ ده لما قلت لها هتاخر ساعه بهدلتني، ما بالك لو قلت لها هقعد طول اليوم؟ دي تدخل مصاريني ما انت عارفاه. خلاص براحتك يا وزه، مش عايزه تشتغلي انت حره، الف مين تتمنى الشغلانه دي؟ الله خلاص خلاص، ما تبقيش حاميه كده، هشتغل. طب بصي بقى، احنا بنروح ناخد يا اختي البضاعه من ميمي وبننزل على المهندسين طوال. طب استنى، صباح الفل، هاخدها غموس، احكيني ها. فهمتي اللي انا قلته؟ ايوه بس المهندسين دي بعيده قوي، ده انا قلت يعني يوم ما ننزل هنروح 100 عقبه ولا امبابه، ويوم يعني ما نبعد قوي نطلع على شارع السودان، لكن نطلع المهندسين ده صافة. يا اختي البت الفقريه دي اقول لها مهندسين تقول لي 100 عقبه؟ كاتك واكسه، وانا هقعد مع بتوع امبابه يفصلوا فيا وينهدوا في قلبي على جنيه وجنيه وربع؟ كاتك نيله، هو في احلى بت من زبايد المهندسين؟ ده كفايه التكييف اللي انت بتبقي قاعده فيه يا اختي. يا لهوي يا بت، هو انت لما بتروحي له
بيدخلوه ويفتحوا لك التكييف. يفتحوا ده ايه هبله، ده شغال عندهم كده عمال على بطال طول النهار. المهم انت اول ما تدخلي الشقه تعملي نفسك مؤدبه وعينك ما تفضلش رايحه جايه كده في الشقه، صاحبه الشقه تفتكر انك حراميه وتشك فيكي. حراميه ده ايه؟ ده انا هفضل قاعده وحتى عيني في الارض، ولا هبص يمين ولا شمال. لا يا حبيبتي انا مش عايزاكي باصه في الارض، انا عايزه عينيكي دي في وسط راسك علشان في زباين حراميه. حراميه في المهندسين؟ انت بتقولي ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. طب اقول لك، انا كنت مره عند زبونه في المهندسين، دخلت شقتها تقوليش يا بنت قصر، قصر والله العظيم. الولايه كمرت من قدامي ملايه قدام عيني كده. كمرت الملايه؟ اه والله. عملت ايه؟ خدتيها منها؟ هاخد ايه يا موكوسه؟ ما اقدرش، ده هي اللي تطلعني حراميه وتعمل لي جرسه في المكان واخسرها كمان واخسر لقمه عيشي، ما ينفعش. غريبه، انا كنت فاكره بتوع المهندسين دول يا اختي معاهم فلوس مش محتاجين حاجه. طب بذمتك دول يسرقوا ليه؟ امال احنا نعمل ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. المهندسين دي يا بت مليانه بهوات، نسوان حلوه وريحتهم احلى، بس هنقول ايه؟ من جوه هلا هلا ومن بره يا لم الله. كانت كواكسه الدنيا بقت كلها كده، مش مهندسين بس. هنعمل ايه؟ لقمه العيش بقى. انا هنزل. ماما عايزه حاجه؟ ايوه عايزه حاجه. اتفضلي. خير؟ انت كل يوم والتاني ماما عايزه حاجه، ماما عايزه حاجه، وترجع لي تاني يوم الصبح. ماما هو انا مش لسه منقول في المكان ده جديد؟ يعني لازم اثبت نفسي ولا ايه؟ يا حبيب ماما، ما انت لازم تثبت نفسك عندي انا كمان، مش انا حبيبتك؟ طب هقول لك على حاجه، اوعدك يا ستي قبل ما انزل كل يوم همضي لك في دفتر الحضور عندك. خلاص؟ حلو كده؟ حلو قوي. استنى انا عايزاك توصلني. انت غريب، سيبيني في حالي من اولها، انا هتاخر. انا بقول لك الدنيا ما طرتش، ما تصبر شويه. ها نسيت اقول لك، مش ريم كلمتك كذا مره وعايزاك تكلمها؟ ها ما ريم، ما انا يعني حاولت اكلمها كذا مره ما عرفتش اوصل لها بصراحه. يلا بقى عشان مستعجل. ابوس ايدك. الله، اللي يلا بقى عشان مستعجل؟ براحتي. تحت امرك يا شاويش تغريب، اتفضل. بس انت عارف البنت باين عليها قمر، صوتها حلو وذوق. طب والمطلوب دلوقتي تغريد افندي؟ كشف هيئه وبسرعه. هو انا فاضل الحاجات دي؟ اما افضى اعمل لك اللي انت عايزاه تغريد. اقسم بالله ان ما عملت كده لاجي لك الاسم واجيب لك ميه وسندوتشات واخليهم يقولوا عليك ابن امك. نهار اسود. لمسه اكتافه تغريد؟ لمسه اكتاف، ربنا يسامحك. يلا يلا بينا. تعالى هنا. يلا ايه؟ أنا قبلك. وسع يا رب. برضو مفيش حاجة حلوة. تصدقي بالله يا مدام، والله العظيم تلاتة البضاعة دي ما بتطلع عندي غير للزباين الغاليين. يا مدام انت لو وفيتي عمر افندي كله ما هتلاقي قطعة منه هناك. انت مش شايفة الألوان؟ انت عايزاني ألبس ألوان بلدي كده بالشكل ده؟ بلدي ايه يا مدام؟ ده شغل محلاوي وعليا النعمة. ده موضة موضة موضة. بقولك ايه، لما جبتيش حاجات تانية حلوة ما تجيش تاني. طب قوليلي عايزة ايه وانا اجيبهولك. عايزة حاجات كده شيك، ما تكونش بوليستر. بول ايه؟ في ثانية يا بنتي يا اشجين، هو انت مش فاهمة؟ انا عارفة يا مدام انت طلبك ايه، انت عايزة قمصان نوم قطن صح؟ ايوه قطن، بس بقى مش اي قطن. لا ما تقلقيش، ده كمان فيه قمصان نوم فسكوس حلوة قوي هتعجبك. عارفاها؟ اه طبعا، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما تقلقيش، ده في منهم بقى حاجات حلوه قوي عليهم كنار كده على الصدر، وفي منهم طويل وفي منهم قصير وفي دانتيل من تحت. طب لما هو عندكم مش بتجيبوه ليه بقى؟ بس يعني لا مؤاخذه يا مدام، الحاجات دي ما بتطلعش غير بالغالي. خلاص يا ستي يبقى هاتيلي. ماشي يا مدام، بس معلش يعني احنا لازم ناخد عربون. عربون؟ هو في دلاله بتاخد عربون؟ ايوه يا مدام، اصل صاحب البضاعه ما بيرضاش يطلع الحاجات الغاليه دي غير لما بندفع نص ثمنها، عشان كده بنجيب الرخيص المحلاوي. طيب يا ستي عايزه بقى كام مني؟ اللي تشوفيها يا مدام، يعني شوفي انت كده عايزه كام جلابيه وشوفي اللي تدفعيه. طيب بصي بقى، انا هديكي 30 جنيه، بس خلي بالك لو ما جيتيش تاني انا هعرف اجيبك. عيب يا مدام ما تقوليش كده. طب والله العظيم بعد ما نجيب لك البضاعه المره الجايه مش هتشتري غير من عندنا احنا بس. مدي يا اختي، تعالي هنا.
الله، انت يا بنت الامل طلعتي من الولية دي عربون ازاي؟ ده ما بتدينيش جنيه. ايدك بقى حلوه على الفلوس. ايدي على ايه؟ انت مالك بتصرمي عليا كده ليه يا بنت؟ انت جرايه يا اشجان، دي الاستفتاحيه بتاعت النهارده. استفتاحيه ايه يا عنيا؟ ده انا اللي معرفاكي على الولية يا اختي. هاتي نص الفلوس. طه مش هديكي نص الفلوس، بعدين ده اول رزق ليا. في ايه؟ انا اللي تعبت وانا اللي خدت منها الفلوس. انت لسه بتقولي بلسانك دلوقتي ما بتعرفيش تطلعي منها ولا مليم. انا اللي قدرت. يا بنت الايه يا بربنت؟ يا بنت ده انا اللي معرفاكي عليها. سيبك انت، بقول لك ايه، فاكره يا بنت المحل اللي كنت نفسي اكل منه بتاع السندوتشات ده اسمه ايه؟ بتاع المهندسين؟ ايوه ويمبي يا بنت. ايوه ويمبي. يلا بقى هناكل هناك. ايوه على حسابك وعلى ان انا واخده منك نص الفلوس. يلا يا اختي. يا ساتر يا رب عليكي. الشبابيك كلها تتغسل، وخلي بالك شباك المطبخ والحمام ما تسيبهمش يا اختي مواربين، مش عايزه لا عرس ولا فران يدخلوا منهم. وبعدين الملايات وكياس المخدات عايزاكي كده تغليهم وتخليهم يبرقوا زي الفل. وبعدين التلفزيون ما كيش جنبه خالص، ده لسه يا اختي عليه اقساط. والبلكونه اياكي تدخليها، مش عايزه اي مشاكل سمع ولا لا. وشهلي خلصي يا اختي الطبيخ، العيال زمانهم جايين. ما نسيتيش تقولي لي حاجه تاني. حاجه ايه يا اختي؟ اشرب اللبن قبل ما انام. ليه؟ لو انت نغة ولا نغة يا اختي؟ ده انت ترضعي. قال تشربي اللبن قال قبل ما تنامي. بقول لك ايه، غيارات الحاج معتمد ما تجيش جنبها خالص، انا اللي هغسلها بايديا. اشبعي بليلبس المعفنه بتاعته وبريلبك انت وهو. ازيك يا عم ميم؟ يا مساء النور. تعالي تعالي. تؤمر ايه اللي عملتيه عند الوليه ده؟ الله، هي البنت عشان لحقت تقول لك؟ انت ازاي تاخدي منها فلوس بضاعه على الهوا؟ ومين قال لك؟ ما انا كنت اخدها منك طبعا. طب افرضي ما لقيتيش الجلاليب اللي قالت لك عليها، كنت هجيبها من حته تانية. هي امك تخش بيوت زباين وتجيب لهم بضاعه من بره؟ ده نقطع خبرك. جرى ايه يا عم ميم؟ ما تهدى كده وتاخد وتدي في الكلام. بقول لك ايه، الشغلانه دي ليها اصول، فاهمه ولا لا؟ عايزه تشتغلي معايا حسك عينك تجيب بضاعه من بره. ما انا جايه لك اهو برجلي وبقول لك عايزه البضاعه، والفلوس يا سيدي هديها لك مقدم، اللي هي اديتها لي القسط الاولاني. روح بقى شوفها، لو مش موجوده عندك تجيبها لي من بره، وهو كله بعلمك عشان ما نخسرش الزبونه. افهم، ده انت اللي علمتني الصنعه. هو انا كده احبك؟ عايزاني احبك اكتر بقى؟ تعالي نخش المغزى. بكره يا عم ميمي هاخد البضاعة. ماشي، من هنا لبكرة مش بعيد. تأمرني بحاجة تانية؟ بكرة بقى. راجل هايب صحيح. نعم يا عنيا. كنت بتعملي ايه عند النيتن داوز؟ وانت مالك يا سيد؟ ما تخليك في حالك. شايفك يعني اليومين دول عمالة تتميسي معايا وعمال يشاور لك على المخزن. ايه، هتشتروا المخزن؟ عايز ايه يا سيد؟ متأثر يا اخويا في الكلام. عايزك في الحلال يا بنت بدل القرف اللي انت فيه ده. في الحلال؟ عايزني يا اخويا في الحلال عشان تعيش معاك في الحرام؟ وماله الحرام؟ ده حتى فاتح بيوت. وبعدين اللي انت كنت هتعمليه مع ميمي ده ايه؟ مش حرام؟ بقول لك ايه يا سيد؟ لم لسانك يا روح خالتك، اللي بيني وبين الراجل شغل، وعليا النعمه لو جبت سيرتي في الحته لشق بطنك واكل مصارينا على اخر الزمن. حرام الغسيل هيلسن عليا. يلا لما الاراضيش بتوعك دول وهش من هنا. يلا يا تقرف. حرامي غسيل ده؟ هي دي السرقه النظيفه يا عبيطه؟ البت دي مش فاهمه اي حاجه خالص. صح صح. المهم دلوقتي خلونا في السجاده. ها بالليل. الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا توحة، انا فرحانه قوي النهارده. ليه؟ قربت خلاص البوم بمبم. ايه بمبم ده؟ ده البوم صور بيجي مع البوم بمبم، اللي يجمعه اول واحد بياخد جوايز كتيره قوي. يا رب تكسب يا رشا. يا رب يا رب. اسمعي، انا عايزاكي في مشوار. هنروح فين يا توحة؟ عايزه اشتري ملابس جديده. تعرفي محلات زينه؟ لا انا ما اعرفش محلات اسمها زينه، بس اعرف محلات تانيه حلوه قوي. لا زينه يعني زينة يعني حلوة. ما انا ما اعرفش زيتي زيك، ما اخدتوش في المدرسة. حلوة انت بتاع المدرسة. طب اسمعي، يلا نقوم قبل اخواتك ما يجوا يخربطوا الدنيا. بس بشرط اشتري البوم بوم بوم كتير قوي عشان اخلص الالبوم. ماشي، بوم بوم كتير. يلا قومي. يلا.
بس يا اختي رحت مديله بقى ايه شلوت في عفشه الميه بتاعته، لقيته بقى يا اختي ايه اتدحرج وقع على الارض وقعد يقول لي منك لله، ربنا ينتقم منك يا شيخه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ما خفتيش؟ اخاف ايه يا اختي؟ روح ما بعدك روح. بقول لك كان عايز يمد ايده عليا، ايه اسكت له بقى؟ ما تفكرنيش بيه، اسكتي. جدع. بقول لك ايه؟ ايه؟ طب ما تاخديني معاكي الشغل ده، منها يعني اساعدك ومنها اتسلى، اصل انا عارفه لو قعدت في وش امي بكره هتستفرط بيها وتوريني النجوم في عز الظهر. طب فكرك يعني كده امك توافق انك تشتغلي معايا؟ لا انت تقنعي بقى امي وخالتي بقى، دي شغلتي. ماشي خلاص يلا بينا. هو انت بتشتغلي ايه؟ يعني كل المحلات اللي شفناها في امبابة دي ما عجبتكيش يا توحة؟ لا ما عجبتنيش، محلات عفشة، أنا عايزة محلات تكون زينة. يعني كلها ما عجبتكيش؟ لا ما عجبتنيش، يعني مفيش كده محلات تكون نظيفة؟ هو فيه بس دول في المهندسين، لازم نركب حاجة عشان نروح لهم. نركب ايه؟ نركب أوتوبيس 196. بس أنا معيش فلوس. أنا معايا 70 قرش، ممكن ابقى اسلفهم لك وبعدين ترجعيهم. لا خليهم عشانك، عشان بمبم ده اللي انت بتحبيه. يعني كمان انا نفسي اتمشى واتفرج على العماير وعلى الناس، يعني نتمشى احسن. هي المهندسين دول بعيده؟ لا هي مش بعيده قوي، بس المحلات دي بتاعت الناس الهاي الاغنياء قوي يعني. وماله، احنا كمان لازم نروح المحلات الهاي ونبقى هاي. طب يلا بينا. يلا. تعالي بس يا خوخة تعالي. ايه ايه رايك؟ دي زي البيوت اللي بتطلع في التلفزيون. هو انت لسه شفتي حاجه؟ تعالي تعالي هوريكي حاجات كتير قوي. لا لا استني اتفرج هنا شويه. تريكي تريكي يا مضروبه، ملهوفه على الشغل هنا وعايزه تسيبيني فوز خالتك لواحظ. اوعي يا خوخه تقولي لحد اني بشتغل شغاله. ليه يا بيه؟ يا اختي خطيبي سامح محرج عليا الشغلانه في البيوت، فقايله للناس كده اني ايه بشتغل في حضانه. هي والنعمه الشريفه هي، مش دي السمكه بتاعت يوم الجمعه بتاعت عالم البحار اللي بتيجي في التلفزيون؟ وانت اللي جابك هنا؟ بتاع الف ليله وليله. ازاي مريح كده؟ امال هتقولي ايه على السرير يا اختي؟ هتقولي ايه؟ تعالي تعالي انا هوريكي حاجات لسه كتير. تعالي ده اسمه مايو بكيني. انت عمرك ما شفتيه ولا فيلم؟ مايو بكيني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده كل حاجه على عينك يا تاج، ده كل حاجه باينه. سابوا ايه جوازاتهم طيب؟ يخرب بيتك. بص يا خوخه، الناس هنا غير بلدكم يا حبيبتي، الناس هنا لما بتنزل البحر ده لازم بقى يلبسوا ايه؟ المايو البكيني، مش يا اختي الجلابيه اللي بتلبسوها دي وتنزلوا بيها الترعه. يا فاد يا فاد، ده النسوان مال. ايه الفرق والنبي بين المايو ده والملابس الداخليه؟ يخرب بيتك يا بنت، هتفضحينا. خوخة بس يا خوخة خلاص، احنا مالناش دعوة بالكلام ده يا اختي. ماشي احنا جايين هنا ايه نشوف كده الدنيا جديدة وحلوة وننبسط. مدام دورية جت. ماشي. صباح الخير يا فدوى. صباح الورد يا مدام دورية. اكدتي على البواب لما السباك يجي هيعمل ايه؟ عملت كل اللي حضرتك بتأمري بيه، انا لسه جاي من هناك اهو، قفلت كل جوه اوضه النوم زي ما حضرتك قلتي بالظبط. ماشي يا فدوى. امال مين اللي معاكي دي؟ دي واحدة قريبتي وملهاش حد هنا، فقلت يعني بعد اذن حضرتك يعني ان انا اجيبها معايا بس النهارده. مالها عامله كده ليه؟ انت مالك على نياتك كده ليه؟ دي غلبانه قوي. طب بقول لك ايه، روحي اقعدي هناك، اعزميها على حاجه على حسابي، واول ما ناديكي بعت تعليل على طول. ربنا يا رب ما يحرمنا من كرمك ومن ذوقك وطيبه اخلاقك دي يا رب. ماشي لفي وانا هناك، بس اول ما ناديكي تعالي على طول. حاضر. لا عيب عيب يا فدوى اللي بيحصل ده، والله والله عيب. لا يعني بجد فضيحه. خوخه فضيحه والله. يلا يا خوخه، يعني انت ما يشرفكيش اللي بيحصل ده. واه 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 يا بوي، ايه ده؟ ده الناس هنا عايشه صح.
ايوه بس المحلات دي مش لينا، دي للناس الاغنياء قوي عشان هم معاهم فلوس كتير والحاجات دي غاليه جدا. بس صحيح يا توحة، انت هتشتري ازاي وانت معكيش فلوس اصلا؟ ما انا هتفرج النهارده وابقى اشتري بكره. بقول لك ايه يا رشا، استنيني هنا هخش اشوف حاجه جوه في المحل واجيكي. طب ما اجي معاكي يا توحة. لا اصل انا عايزه اشوف حاجه يعني للكبار. طيب ماشي، مع اني بكره هكبر والبس الحاجات دي برضو. يا مجروسه. يا واعيه شكلك يا بنت تفهمي في كل حاجه، خليكي هنا وهجيكي. ها طيب ماشي. هو حد يعاكسك؟ تلاقيش. أنا عاوزة أشتغل. حياة أبوك يا بالحاج. اشتغلي إيه وإزاي؟ أنت عارفة موديلات الحاجة اللي هنا دي إزاي؟ ناهد خليكي مع العميل. ها أشتغل بياعة. بياعة حتة واحدة؟ أنت عارفة موديلات الحاجة دي هنا أساميها إيه؟ ولا شكلها إيه؟ طب أنا هقول لك على حاجة. هقول لك أسامي موديلات الحاجة دي، وأنت لو قلتيها ورايا صح أنا هشغلك هنا. موافقة. طيور. طيور. جو اجيب ايه بعدين؟ اقول سكارف. ايوه كارب. كارب شايفه الباب ده؟ ايوه. بره هبيع. بره بره. جبري لمك وحش. صدرك يابا، انت لازم تبطل سجاير. ما تريح النهارده، شكلك تعبان قوي. رايح النهارده؟ رايح النهارده يعني يوم بلوش يا بنت العبيطه انت. انتوا حاسين بحاجه؟ انتوا حاسين بحاجه؟ انتوا قاعدين تاكلوا وتشربوا وتلفوا وتكرشوا، انتوا عايزين الاكل يجيلكوا لغايه بقكم. يابا يعني انت فاكرني مش حاسه بيك؟ طب والله العظيم حاسه بيك، ونفسي بقى ابطل الشغل في القهوه دي وانزل بدالك. انزلي بدالك؟ تشتغلي قهوجيه يا بنت العبيطه؟ انما قولي لي بقى من غير لف ولا دوران، ايه اللي مخليكي تنزلي مخصوص عشان توصليني عشانه؟ وبلاش شغل النسوان بتاع امك ده عشان انا كرهتها بسببه ومش عايز اكرهك، وانت فاضل لك تكه صغيره. بص يا بابا، من غير لف ودوران كده وبصراحه انا عايز اشتغل. طب ما تشتغل يا اختي، حد عايشك؟ ما تشتغل. انت مستنيه يعني اذلك؟ وانت من امتى بتستنى اذلك؟ ما انت طول النهار بتلف في الشوارع ولا كان ليك اب انيك. يا نهار اسود يابا، ده هو يوم كان امبارح نزلت عشان اشوف الشغل، بس والله العظيم كنت هقول لك. كنت هقول لك شغل ايه ده بقى يا اختي؟ شغل ايه اللي بتسترمحي فيه طول النهار في الشوارع؟ ها ايه، هتشتغلي تاكسي؟ لا يابا، بس بصراحه يعني عايزه اشتغل في الدلاله مع البت اشجان. دلاله مع اشجان؟ طبعا عايزه تشتغلي دلاله مع اشجان، مش كده؟ يعني عايزه تشتغلي مع ميمي، يعني تاكسي فعلا. يا لهوي عليا يابا، ونبي عيب عليك تقول عليا كده، ده انت اللي مربيني. ده بس ميمي ده لو فكر يلمس ده في الرجل اكون مقطعه عليه الشبشب وماسحه بكرامه اللي خلفوه الارض. والله ما مصدق بقك. طب يلا يا اختي، يلا غور اعملي اللي انت عايزاه. استنى بس يا راجل، ده انت عظم في قفه. يلا يا رشا، يلا شحلي، خلينا نرجع. جاي. بقول لك ايه يا رشا؟ ها؟ هو الراجل اللي هناك ده بيعمل ايه؟ ده سمسار شقق في المهندسين، ايجار وتمليك يعني. يعني بيعمل ايه يعني السمسار ده؟ بيأجر شقق وبيبيع شقق. طب انا عايزه اروح له. بقول لك ايه يا رشا؟ ممكن اقول لك على حاجه وتفضل سر بيناتنا؟ سرك في بير. كل اللي حصل من الصبح من ساعه ما خرجنا لحد دلوقت يفضل سر بيناتنا. موافقة؟ موافقة طبعا. حبيبتي استنيني هنا. ها ماشي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عم دور على شغل. ترجمة الله يكرمك. عايز تشتغلي؟ عاوز اشتغل. طب انت تعرفي تقري وتكتبي؟ لا. طب اشتغلت قبل كده؟ لا. طب متجوزة؟ لا. امال مين البت اللي معاكي دي؟ دي اختي الصغيرة. انت ساكتة فين؟ ساكنة في امبابة شارع الوحدة. تمام. طب اقول لك ايه؟ عدي عليا بعد جمعة كده اكون دبقت لك شغلة تناسبك يعني. لا الله يخليك، بعد اسبوع كتير قوي. اقول لك عدي عليا بعد 3 ايام. يلا. خصيمك النبي، حتى 3 ايام كتير. عدي عليا بكره. ماشي، شكرا. بقول لك ايه؟ وانت جايه هاتي لي صوره البطاقه بتاعتك معاكي. حاضر. يلا اتكل على الله، ما تاخريش بكره من بدري. حاضر. المصحف كويس، يا ريتني قلت لها تعدي بعد ساعه. ما تخافيش، ما تخافيش على ابوك، ابوك جواتك برضه. ربنا يخليك ليا. ده ايد اخوك ده هيجنني، هيجنني طول النهار واقفه قدام المرايه وعمال اتنطط شمال ويمين، ما تفهميش بقى، ده عايز يطلع يواجه، عايز يطلع ممثل، عايز يطلع مغني. النبي يابا انت فكرتني بحاجه، فاكر واد عيد لما جالك على هنا في القهوه وحط لك ملح بدل السكر؟ بس انا ما سكتش، ده انا يوميها اديته حته دين علقه يقلب بيها لحد دلوقتي. والله صعب عليا، اصل امي كانت بعتها لك عشان تاخد منك سكر للبيت، بس مش عارفه ايه اللي خلاه يعمل فيك المقلب ده. هيكون ليه يعني غير انه ابن عفاريت؟ ده صاحب القهوه كان عايز يمشيني، قال له العيش والملح اللي بيننا الله، ده احنا وصلنا. يلا انت كنت رايحه على فين كده؟ لا خالص يابا، انا كنت جاي اوصلك. وصليني كل ده الحركات دي عشان شغالك عند مين صح؟ لا والله العظيم ابدا يابا، بس احنا يعني قاعدين في بيت واحد وما بنشوفش بعض، فقلت اتمشى معاك شويه نتكلم. طب يلا يلا اتكلي يا اختي، اتكلي يا اختي. ما تخافش عليا يابا. اتكلي يلا. انا بميت راجل، ما تخافش. انا عارف. يلا سلام. خلي بالك على صحتك. ايه مصعب؟ جرى ايه يا راجل؟ يا باشا ماشي مع واحدة من دور عيالك ولا ايه؟ دور عيالي؟ ده كان زمان يا باشا، ايام الشقاوة دي البكرية بتاعتي. هو انا لازم احبسك كل يومين يا مصعد؟ ليه يا باشا خير؟ ايه الشاي الكارف ده؟ هو ده؟ ايه ده؟ الواد جاب لكم شاي القرطاس؟ معلش، انتوا لكم شاي مخصوص. يا لما تعال ارفع الحاجات دي بسرعة. معلش يا باشا، ده عندنا عندنا. ايوه جاي. حاضر حاضر. يلا يا ابني بسرعة اتلحق. قرطاس ماشي يا مصعد. بس يا عم زي ما كنت بقول لك كده، الواد راح داخل في اخر الفيلم وهتك يا ضرب. بس ايه ضرب بجد بجد، يعني هو اللي بيعمل حركات بنفسه وتمثيل جبار. يا راجل انت قلت الواد ده اسمه ايه؟ فان دام. الواد ده هو اللي هيقش في السينما الامريكيه. الناس ما بتبطلش تسال على الافلام بتاعته، لدرجه اني خليت الفيلم بتاعه ب3 جنيه بدل ب2. وايه؟ يجي لي في نفس اليوم. يا جدع انت ما اتفرجتش على افلامه لحد دلوقتي ازاي؟ يا ابني انا من ساعه ما اتنقلت المباحث وانا مش لاقي وقت اهرش. انت عبيط؟ ده وانا مروح البيت بحلم بالسرير كاني بحلم بموزه. طب انا بقى عندي اللي يسليك وانت على السرير. انت انا الوسخه دي في دمك؟ انا مش فاهم، انت مش عارف يعني ان فلوس الافلام دي حرام؟ يا جدع ناس بتحب تبقى براحتها قدام الكاميرا، انت ايه اللي مضايقك؟ عارف انت ضايقتك معايا ايه؟ ايه؟ ابلغ عنك بتوع المصنفات يقفلوا لاهلك المحل اللي انت فرحان بيه ده. تبلغ عني بتوع المصنفات؟ دول كل يوم بيجي ياخدوا افلام من ام 5 ويمشوا. ايه؟ زي ما بقول لك. يا نهار اسود. شايده كارف ولا ايه؟ ايوه هو الشاي بتاعهم. هاي مبسوط يا باشا؟ امر حاجه تانية يا باشا؟ روح يا مصر روح. تسلم ايديك يا حبيبتي. الله يخليك يا ساميه يا اختي. ما تخلي شاكرين يا ساميه، ما اعرفش الابره مزغمده ليه يا ساميه. النوادي مزغمده ده ايه؟ انت بتدلعي يا وليه؟ هي اصلها بس متربيه على عز وعليا شويه. الله يحزك يا ساميه، تحب الضحك دايما. سلام عليكم. منور يا ابو العيال. طب اعمل ايه يا ام العيال؟ ما هو المقاول متاخر على القبض وانت عارفه. القبض متاخر والصحه متاخره وكل من مدعوه الا عدم صحتك. مش انا الواحد اللي عدمان. توح انت يا اختي. نفسي ابقى كده يا عم. نعم. ايه حلوه ده؟
ما تلم شعرك يا ضنايا وروحي جيبي يا اختي العيش الفينو عشان خاطر سندوتشات العيال بتاعت المدرسه. هاتي سخن سخن قوي. حاضر هجيبه سخن قوي. ما تتلم يا راجل. حاسبه وليه الحجر سخن الله يا دنيا.